تحية لكم أينما كنتم، عاد لكم من جديد. قمنا بزيارة لحد السوالم عند خويا عبد القادر، وتحية لخويا عبد القادر. السلام عليكم، كدير بخير؟ هاني الصحة لاباس؟ الله يكبر بيك، شكرا على الاستضافة. مرحبا، الله يطول عمرك. الله يكبر بيك. كما قلت هذول كنتواجد في حد السوالم، حد السوالم ودير لي سوالم اخويا. اللهم حد السوالم ودير لي سوالم. كاين شي جديد اخويا عبد القادر؟ مرحبا، كاين لباس اخويا. اللهم بارك. كاين ولاد ديال البيرجي، وكاين واحد نتوا ديال كاني كورسو. نعم، وكاين نتوا ديال البوكسير، وكاين واحد المال ديال المالين. اللهم بارك. معروف حتى بالطاعه والدريساج. اللهم بارك. مرحبا، نتوكلوا على الله اخويا. نتوكلوا على الله. نبداو بالمارينوا. يا الله على مولانا. اللهم بارك. ايوا ما شاء الله تبارك الرحمن. عشاق المارينوا الشراسه. بالنسبه للناس، الناس اللي كيتسائلوا، الناس اللي كيتسائلوا على كلاب الحراسه، القدر معروف تبارك الله بالكلاب الشراسة وديال الحراسة. اللي بغى شي حاجة ألف مليون مرحبا. هاد الكلاب شحال عنده أخويا؟ عنده أخويا عامين ونص. كيما كتسمعوا الإخوان، عامين ونص. اللهم بارك بكرة فاكسان. شو سبحان الله العظيم، في واحد التحيمة الإخوان فمو. شو تبارك الله. اللهم بارك. يا التحيمة تبارك الله. وأنا معروف بالطاعة تبارك الله والدريساج ولاطاك. اللي بغى ألف مليون مرحبا. العمر ديالو كما قلنا لكم الاخوان عامين ياك اخويا؟ عامين ونص. فاش كيبقى الثمن ديالو السي عبد القادر؟ هذا تيبقى ب 2200 درهم. يا سلام، والاثمنه على المباشر الاخوان، على المباشر. يلاه الف من المرحبا. كاينه المزدقيه والشبابيه الحمد لله، باش تعرف كل شيء على بايا. تا ازمنه الف من المرحبا. الثمن ديالو الاخوان 220 اورو، 2200 درهم. يالله، والناس اللي كيتساكنوا او الناس اللي قراب لحد السوالم او اي مدينه اللي فغيزو جميع المدن، الف مليون مرحبا. يالله اللهم بارك. عشاق الراعي الالماني، الراعي الالماني، الراعي الالماني الاخوان. اللهم بارك. ما شاء الله تبارك الرحمن، وجمالك جمال. انا اخوتي كليبات تبارك الله بصحه جيده من الطريطين الناظرين. انا اللي بغاهم الف مليون مرحبا. اللهم بارك. ما شاء الله تبارك. كاينين جوج نتوات وذكر هنا كاينين دابا 3 اشهر، كاينين دو فيمان ومال واحد. اللهم بارك. ترو عندهم تروامو مطريطين باكسيني. كيما كتسمع الاخوان، راه كاين الحمد لله الجوده، وكاين الرعايه، وكاين الرفق بالحيوانات. كيما كتشاهدوا كليبات راه مطريطين ديالهم. المال تيبقى ب 1800 درهم زيد، ونتاوي 1500. يا سلام، وعلى المباشر الاخوان، عشاق الراعي الالماني. هاني شي حاجه طيوح. اللهم بارك. هما صحه جيده كما كتسمعوا معنا. اذكر 1800 درهم. نعم يا ساده، 1800 درهم. بالنسبه للاناث اللي عندنا جوج دو فيمان، الثمن ديالهم كيبقى 1500 درهم. واللي بغاهم ثلاثه راه فيهم ثمن جد مناسب، ماشي مشكل. كاين ذكر وجوج نتاوي. بالنسبه للحراسه تبارك الله راه مهلين مطريطين فيرمي فيش. هاني اخوتي كما كتشاهدوا. اللهم بارك. ما شاء الله تبارك الرحمن. كليبات تبارك الله نقيين. اللهم بارك. اللي بغاهم الف مليون مرحبا، وان شاء الله يكون الخير. بالنسبه اللي بغيزو جميع المدن، هاد الكليبات راه كيلاقو تا هما الفيلا،
المزرعة، الحراسة، أصحاب سيكوريتي، يعني اللي بغاهم ألف مليون مرحبا. غادي تخسرش عليه درهم ما تخسرهاش، لأن الكليبات مطريطين ناضي اللي بغاهم ألف مرحبا. شكون تقدم للمشاهد أخويا؟ شوف زايد أخويا، أنا أخويا أويو يو أويو بزاف. انت شنو هادشي اخويا؟ دير الحراسة من عندك. كيف زدت اخويا القادر؟ هادي بالنسبة للحراسة ما تردوش على الهضرة. اللهم بارك. ما عرفتش علاش كتجيب كاني كورسو انت ديما اغريسيف. داز عندك واحد الذكر تبارك الله اللهم بارك. العمر ديال اخويا هادي؟ عامين. صار نت فاكسان طريت انا هادي. كي دايرة في الصلاح في الولادة مزيانة فيها والدة؟ لا ما عمرها ولدت. اي 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 انا اخوتي. خليكم تعرفوا على الكليبة عشاء الكاني كورسو اللهم بارك. كلبة عندها عامين عمرها ما ولدت عمرها ما خدامة وشتها راسها. أنا خوتي اللون بلانجي اللهم بارك وشتها راسها. اذكر هذي اذكر اش كاين والله يتذكرها اخوتي بالله اللهم بارك. هاي ما شاء الله تبارك الرحمن ساحة جيدة تبارك الله واللي بغى ألف من المرحبا. أوي 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 شو اللي كيدي تبارك الله. سير لي سير لي فوالا سير لي فوالا أنا أخوي اللهم غوت غوت يا سلام أنا أوي 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 أسمع أش كاين أش كاين ما كاينش أش كاين أش كاين أش كاين بزاف ما شاء الله تبارك الرحمن تما لا بزاف زاد الكلام عندك مشكل اللهم بارك. فاش كتبقى الثمن ديال اخويا قادر هذيك هز 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 شحال؟ 6000 درهم 6000 درهم انا اخوتي اللي بغى 1000 مليون مرحبا الثمن ديال 6000 درهم كليبه قابله للعمل تبارك الله لا الدريساج ولا الحراسه وعمرها ما خدامه اللون تبارك الله العويناس ستوندار شي حاجه الهود هاكا هاكا واسر واسري هالكاني كورسو شو هاد اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله تبارك ما كاينش ما كاينش هذه البطونه ديال المشاريع ما عندهاش مرسه والله العظيم. اشنو تعجب اخويا البوكسر هذا البوكسر اللهم بارك فين هاد ما سلام ما شاء الله تبارك الله بدات تتقبع ياك اخويا يا سلام يا سلام ديال بصح ولكن خدامه اللي غيكمل معاها راك الباب ما شاء الله تبارك الله ميركا جينس هاي الشخص ميركا تبارك الله بياسة 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 اللهم بارك كليبة اللهم بارك بصحة جيدة البوكسر انتي هو تبارك الله اللهم بارك اتكون بقى صغيرة حتى السدير ديالها بقى صغير العمر ديال اخويا عام ما بين فيها العام والله ما بين فيها العام الله اخوتي ما بين فيها العام ياك انا اخوتي الله فات الله شهر الاولى واللي بغاها بالنسبه للخدمه 1000 مليون مرحبا لان هذا النوع قليل بزاف في المغرب سبحان الله هو تعاود ليا يعني شي حاجه بيور راس شي حاجه كاليتي مي مولاها راه امبوسيبل راه بنا هذا وجهي زوين راه صافي لونطو ما شفناش بحال هذا البوكسير تبارك الله اسي اللهم بارك اسي هكا هكا اسي اللهم لا اسي الاخوان كما سمعتوا راه شي حاجه بير راس وهذه كانت عايشه مع واحد الاخ او صديق في التوحد الحمد لله راه خرج من الارض مشى يتعالج الله يسر ليه الله يشافيه وهاد الكليبه اللي بغى 1000 مرحبا حيت عايشه في لابارتومون عندها العمر ديالها عام الاخوان عمرها ما والده يلاه فات الله شالوغ واللي بغى 1000 مليون مرحبا والثمن ديال اخويا عبد القادر هذه 04
4000 درهم الاخوان كل يوم تبارك الله اللهم بارك. يعني اليوم قادر كيجيب لنا شي حاجه الهودكا واحلى ديديكاس وديديكاس وكرونغ ديديكاس الناس حد السوالم ودير لي توالم اللهم بارك. لا شوف عندك تبارك الله الجود الصديق ديالنا شو اسمه ياسين وياسين تبارك الله على ياسين الجنود الخفاء هادو اللهم بارك والف مليون مرحبا. كما كتشاهدوا راه كاينين كليبات الاخوان في المستوى اللي بغاهم الف مليون مرحبا. بغيناك تعاودنا على ديك الجوج والقصه ديال ديك جوج كليبات اللي مخشيين ليه. هل ممكن كتشد كليبات للدريساج الساعه قادر كما كتشد عندك اخويا مرحبا الراس والعين والله لا مرات لقيت ما جيت لوطوروس لقاني كلاب يسير اخويا. شوف انسان كيما كيقول الحمد لله الثقه عرفت الصديق عندنا في حمل عبد الله عندك طردقني عندك المهم انا ما بغيت الكلاب عندهم تقريبا شي 8 شهور 9 شهور تما شهور 9 شهور جاو عندنا راه يلاه باش جابهم دابا هادو راه ما تيعرفوا لا لاليس يعني والو. تفضل صاحبي كاين بالنسبه انا تنصح اي واحد يربي كلب صح نعم. يعني يدير دوموا ولا دوموا ايدمي حتى 3 موا يولفوا لاليس اللي يخرجوا يولفوا التينيسا يولفوا شي شيفونه يعض فيها باش الكلب تيطلع مؤهل الدريساج يكون تيكون حتى كاركتير وتطلع مؤهل. من تبدا تبعها حتى الدريساج تلقى الكلب ساهل. دابا بحال هذا دابا حنا تنعانيو معاهم شويه يعني الكلب كتبدا معاه من الزير خصك اول حاجه تولفوا السلسله عاد تولفوا اش تما باغي يطلع عليه يطلع تيخرج تيتخلع علاش ما عمرو في هاد الدار في الفير ما تخرج باغي تيخرج برا تيبان لي داكشي غريب ماشي بحال الكلب من صغرو تيخرج تيدور تيهادي الكلب تيطلع اجتماعي وعاد ملي لقيتي تحكي معاه حتى ديك الدريساج والي كيكون ساهل اللهم بارك. بالنسبه دابا اخويا عبد القادر ان هذا السيد هذا اللي كان كيهضر معاه ان شاء الله كشيهم دابا ان شاء الله قال لي كانوا مكرمبلين قال لي مكرمبلين وجي جيب الله ان شاء الله من غير دوك الدامين غنصيفط لك فيديوهات ديالهم وغتشوف كليبات تبارك الله اللهم بارك باش تعرف النتيجه. لا معروف تبارك الله بالمصداقيه وتبارك الله لون داتاك اللهم بارك. والاخوان بالنسبه اللي بغى الدريساج لان الناس بزاف كيتسائلوا على الدريساج مرحبا هذا هو اللي كاين نقول لك اللي كاين الناس كيتسائلوا بزاف على الدريساج مرحبا ولا تا سميتو عليه بونسيون مسافر وبغى يخلي الكلب ديالو بونسيون نقطه زوينه هذه اعيد ماذا قلت كاين شي واحد تي بعض المرات يضطر يكون عند مسافر ولا شي حاجه راه تيجيب لنا الكليب ديالو انتم انتم الاخوان كما كتشاهدوا راه ياكل ويشرب والف مليون مرحبا والتريطه مازال كاين عندو الفاج الاخر لداخل ان شاء الله وهنا راه كاينين بلاصه الطريمه كما كتشاهدوا الف مليون مرحبا خرجوا لك واحد الكليب تولع شويه مرحبا اخويا مرحبا مرحبا معروض الكوب بلاجه الكلب يلا نقلعوا الضو تتسي الكلب مرحبا مرحبا ما شاء الله تبارك الرحمن سكت سكت اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن اوي 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 ما هذا يا هذا خويا ابا خويا خويا سكت لك الكلاب الله يحفظك خويا حنا ماشي في تكساس ولا لاس فيغاس حنا في حد السوالم عاد خويا عبد القادر المولوع لوندا تاك اللهم بارك هانا با هذا هو الدق ديال بصح هذا هو الدق ديال بصح دي اخويا تهناو منا كاع اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن وجمالك جمال يا سلام اش هادشي اخويا عبد القادر اش هادشي اخويا عبد القادر فجرتيها يا خويا فجرتيها اللهم بارك تبارك الله وهضر اخويا وقول اش عندك قول اش عندك اخويا اي 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 سير سير اخويا سير 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 ما شاء الله تبارك شو الوجهية يا الله اخويا هضر قول لنا شنو كاين اللهم بارك هاني اخويا شو الكريم الشاق الروت شي حاجة الهود قام اللهم بارك شو تبارك الله كريم ان شاء الله باذن الله عما قريب عندنا الاكسبو ان شاء الله ومن المشاركين خويا عبد القادر ياك اسي عبد القادر اللهم بارك هاد الكليب شحال عنده اخويا؟ دابا عنده 4 سنين وقول لي يا خويا بالله عليك هاد الكليب كتبان عنده 4 سنين يلا شوف هات هبط يدك شويه لتحت هبط هبط مازال انا اخويا انا اخويا جي مورا هز يدك شويه لفوق قول لي هذا واش كتبان 4 سنين قول اخويا واش كتبان 4 سنين انا اخويا ها هو مبوزي راسو هذاك الشيء ديال الاكسبو اسمو على مسمى اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن انا اخويا يلا قول يلا قول
قول شنو عندك. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا كل ديال اللعب ان شاء الله خويا عبد القادر من المشاركين الاوائل ان شاء الله في الاكسبو. شوف لي يا سلام يا سلام ويلي ويلي ويلي. شوف اخويا اسمون على مسمى. إذا قلنا روت راه روت اللهم بارك. الغريب في الامر 4 سنين تبارك الله ما بيناش فيه. والله ما نكذب عليك اخويا عبد القادر كل يوم تبارك الله. اللهم بارك. هذا مشارك به ان شاء الله سي عبد القادر. اللهم بارك وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله. كل يوم تبارك الله اللهم بارك. ادخل بهذا وشي واحد اخر ثاني مازال. اللهم بارك. هذا راه شويه من بزاف اللي بينكم، هادشي شويه من بزاف، هادو من الناس اللي كيخدموا وكيقولوا احنا راه عادي انا خوتي، اللهم بارك. شوف هادي الاولى، اويو يو، ما شاء الله تبارك الرحمن وجمالك جمال. هاد الكليب الاخوان راه ماشي للبيع، ماشي للكوبلاج، هذا كليب ديال الخدمه، هادي الاولى هادي لخويا عبد القادر، هذا مشارك به ان شاء الله باذن الله. شوف خويا اختي، شوف كيف كيقول عنده 4 سنين تبارك الله، شوف. ما شاء الله تبارك الله. اوي 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 اسمح لي يا خويا. اوي 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 ما شاء الله. ها هو شوف بوزي الراس وتبارك الله اللهم بارك. هاد اللعيبه علمتها شحال من واحد ولا كي دايره. الله المستعان. اللهم بارك. شوف الكليب الاخوان كي داير. اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام. بوزي الراس بوزي الراس وانشوف. باش تعرف كلب ديال اللعب راه باين. خلينا اخويا اللهم بارك والف مرحبا بالجميع والاخوه اللي بغى بالنسبه للطاعه او الدريساج. خويا عبد القادر تلقاو الرقم اسفل الشاشه وتواصلوا بينا. كاين مسؤول علينا مازال خويا اللهم بارك. مشي الكليب نشوفو تبارك الله. شوفو كي داير الكليب فعلا اخويا. شوف 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 اللهم بارك. ما شاء الله تبارك الرحمن. انا اخوي تبارك الله محرف الاخوان كما كتشاهدوا كاين كاين عمل جبار اللي كيقوم به الاخ عبد القادر يعني كيوجد الاكسبو ان شاء الله. كليب تبارك الله مخدوم. شو تبارك الله كليب كيدير تبارك الله اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن. كليب تبارك الله محرف اللي بغى شي حاجه الاخوان الف مليم مرحبا. بالنسبه للطاعه الدريساج انا اخويا تبارك الله في المساواة. كتبوز الراس اخويا والله الا كتبوز الراس تبارك الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. كليب تبارك الله اللهم بارك. يا عم قريب ان شاء الله غتكون مشاركين. وبالنسبه للاثمنه لهاد الكليبات المعروضين لبيع كاين ما تصوب شويه اخويا عبد القادر وشويه ياك كليبات تبارك الله مخدوم ياك اخويا. بالنسبه للكليبات والله اخويا الاثمنه عطيتك الثمن لي اخويا. بالنسبه للناس اللي كيسكنوا بعاد ياك اخويا الله يبارك. الكليبات راه مطريطين بالمسائل ديالهم. اللي بغى شي حاجه الف مليون مرحبا. والى هنا تنتهي حفلتنا. باقي عندك ما تجبد اخويا يلاه جبدنا شي حاجه لك شي كليب اخر نولعوا الناس يلاه. اللهم بارك انا اخويا واحد في مال ديال الروت اللهم بارك تبارك الرحمن. ما بين السيل لي سيل لي سيل شويشه سيل 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 اي 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 ما شاء الله. ما شاء الله تبارك كلي بس تبارك الله الاخوان. هاد كلي بس شحال عندها سي عبد القادر؟ عندها
عامين تبارك الله. فايت مشارك هذه الكليبه؟ فايت مشارك. اللهم بارك. تبارك الله. ومازال ما كتفتريني هذه كنت حاضر. نتمنوا لك التوفيق والنجاح ان شاء الله. هذه هي مشاركه ان شاء الله. الكليبه راه محرفه كان يتطلع على الجيش هذه تبارك الله. ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف شوف شوف. يا سلام. شوف 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 ما شاء الله تبارك الرحمن. كليبات كيمتازوا بصحه جيده والسبور هو الاساس كما صبحوا قلت لكم. الكليبات ديال لونطريمون ماشي ديال الدار او السطح. شوف تبارك الله كليبه اللهم بارك. انا خويا يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن. اي 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 يا سلام يا سلام ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف تبارك الله كليبه اخويا هذا عند عامين عمره ما ولدات انت تبارك الله. السبور بعد عمل شاق معها راكين تبارك الله كيما كتشاهدوا الاضرا ولا اضعاف اللهم بارك. ابلو طريمه تخرط الله يبارك. شوف عما قريب ان شاء الله لك سبور قريب شهر 3 ان شاء الله مع الدخول ديال رمضان ان شاء الله. هانت شوف شوف كليبات بوزي الروسهم تبارك الله. انا خوتي ما شاء الله شي كليبات كيديرين ديال السبور اللهم بارك ديال الاكسبو متابتة راسي. شوف شوف كنت بوزي انا اخويا خليني مهنين. ها عندك كليب واحد تبقى تجبدوا لي سير جبد لي اش عندك سبور اخويا الدق بالقرطاس اخويا. شوف شوف كليبات تبارك الله كمحرفة ما كيقول لك لا عندي لا ما عندي هان خدام على راسه اللهم بارك والدريشات والطاق. شوف كليبات تبارك الله كيدير يا سلام عامين عمره ما ولدت اخويا لا باقي ما كاينش شي وليدات منهم اخويا اللي بيع اخويا عبد القادر ان شاء الله غيكونوا من قدام ان شاء الله ياك اخويا اللي بغى شي وليدات ديال روضه الاخوان عم مقارب ان شاء الله اللي بغى من الوراء او بغى يتولى بغى يشارك في الاكسبو راه عم مقارب كاينين ان شاء الله كما كتشاهدوا معنا انا اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن. شوف شوف انت الدريش كي تخدم معاه كلي بس تبارك الله كيبان لوبجي اكسيب تبارك الله اللهم بارك. اذا ما كاين حتى شي حاجه الروط اخويا عبد القادر اللي بيع والو البيع لا غتكون شي حاجه قريبه ان شاء الله غادي نتعاون ان شاء الله من بيع اياك اخويا واللي بغى ولا داك اللهم بارك. شوف 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 تبارك الله اللهم بارك ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. انا اخويا بزاف اخويا انا اللهم بارك اللهم بارك ما شاء الله تبارك الرحمن. يا سلام اخوان الى هنا تنتهي حفلتنا والف مليون مرحبا. واللي بغى يتولى عند السي عبد القادر يجي مرحبا به الباب مفتوح للجميع. واللي بغى شي حاجه لقاو الرقم اسفل الشاشه. اللي بغى الدريساج اللي غادي مسافر بغى يحط الكليبات ديالو راه كاين الفاج هنا حتى مازال لداخل ان شاء الله وكاين الفاج هنا كما كتشاهدوا. اللي بغى شي حاجه الف مليون مرحبا. هاد السيد راه الثقه والمصداقيه. اللي بغى شي حاجه الف مليون مرحبا يتواصل معنا. السي عبد القادر كنشكرك جزيل الشكر. شكرا الله يحفظك. كما كتسمعوا الاخوان اللي بغى شي حاجه الف مليون مرحبا يتواصل مع خويا عبد القادر راه الثقه والمصداقيه بالنسبه لليفغيزون جميع المدن والف مليون مرحبا. كتعرفوا راه شوف من غش انا فليس منا. الا ما عنديش الثقه واخا عطيني مليون والله ما نجي عندك. ولا ما شوف كانت فيك المصداقيه نجي نشرب معك كاس ديال اتاي وعادي جدا. اللي بغى يصور الف مليون مرحبا. تحيه لجنود الخفاء تبارك الله عليك خويا عبد القادر جمالك جمال. اش تقول للجمهور ديالك اخر كلمه؟ كنسلموا على الجمهور كامل ونتمنى لهم كل شيء يكونوا بخير وعلى خير والله يدير الخير للجميع. امين 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 وتهلا.